جهزت واليوم راح على خطبة دارين. I'm so sorry actually I didn't vlog بس عملت شعري وماي ميك اب بس I posted a TikTok. ليكو شعري أول مرة بحياتي بعمله و I think it looks so cute. بس ما بتعرفوا شو صار هلا بالسيارة. أول شيء أنا هيدا الفستان عاسس حلبسه على الخطبة. فاليوم بقلها لماما بعتيلي صورته بتقلي بدلته. كيف بدلتي كيف ما بدلتي نانانانا بتجيب لي الفستان وما رجعت لي يعني قصته أو شيء. عملت ماي ميك اب وشعر وبلبس الفستان طلع مش انه كبير كثير كبير. فطلعت بالسيارة عملت له شوية اكشن لكليم وتوتر شوي بالموضوع بس بعدين مش الحال ما بكيت ولكيته على بعضه مش الحال. Super cute dress. كليم looks so good. You don't have to look at the camera. You have to continue driving. I can see myself in your camera. You have to get one actually. I want to. Hello. It's the best for vlogging, Kevin. You don't have a makeup check. Guys, the makeup looks perfect. And the lighting. You look good. You look good. You look better. خلصنا من الخطبة وبس بدي أقول مبروك لديدي وصادق. كتير انبسطت لها لديدي و honestly it was so nice. I didn't film a lot لأنه I was like enjoying it with my friends. شو بتحب تقول لديدي وصادق؟ مبروك. مبروك. Thank you for having us. Honestly نحن فجعانين لأنه أكلنا هونيك وما بعرف ليه we're still hungry. So كليم عم بيجيب boneless chicken wrap. هلا بيعملنا تيست تست و حيجيب لي ماكدو انا عبالي ناجتس مع فايز كيس ليك قد مهضوم كثير بحبه بالطقم. انا ما بده يروح ياكل بمطعم لانه ما بده ينزل بالطقم. كيس ليك قد مهضوم بالطقم شو اوت اوف بليز ليكو 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 منيح انه اللايتنج منيح هون so you can see my look. قولوا لي اذا بدكم اياني اعمل يوتيوب فيديو بس عن كيف بعمل ماي ميك اب هيك ميك اب اند جيت ريدي وذ مي so let me know. honestly I'm so proud. I feel like my face looks so good. ليكو هاو كيوت الهابي ميل. انا وكليم باي ذا وي كثير بنحب المينيونز ف this is super cute. غيرت لك المود؟ يا بانانا هيك بيقولوا. هيدا صوتي باي ذا واي جايز. طلبت فرايز و ناجتس و بيج ماك صوص ماي فيفورت. ما فاجئتكم ماي اوتفيت. هيدا ماي دريس. هلا رجعت على البيت صراحة. I didn't get the chance to shoot it before. I love this dress. It's so cute. لبستو مع هول الهيلز. من عند رينيه. عملت ماي سكين كير روتين وصار وقت. عم بتطلع كيف صار هيك شعري كانه منه ملزق ملبس. لانه مشطته. I look like Bruce Jenner. عملت ماي لايك نايت تايم لايك كيف 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 صرت هيك؟ كيف صرت هيك؟ نزلتها على ماي تيك توك. Guys عن جد usually I like I think it's only the eye cream. Because I usually I look good without makeup, so I don't know what's happening here. I think it's the lighting. لأنه ما معقول هالأوضة كلها فيها بس هاللمبة. حجن 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 من هالضوء. Okay, كفيكم تشوفوا وجهي أكتر. Anyways, بدي أقولكم good night and I'll see you tomorrow. بس I love you guys. Good morning. Good morning. Good morning. صراحة وجهي مبجوج and I have a good reason. تخيلوا انه انا ام سو باد وذ واتساب اند ايفري ون نوز انا ام سو باد وذ واتساب. امبارح ماي كوتش بيبعث لي انه اليوم عندنا تنس وما بنتبه واليوم الصبح في بدي اقول لي كليم بيقول لي هو راح على التنس انه انا كمان عندي تنس. قلت له شو؟ كنت بتخت ونص نايمه وهيك قمت منيح لحقت يعني فرش سنيني وحط سان سكرين هي هي. بعدني ما وعيت جبت كوفي اسبريسو. فينا بليز يعني
ما بقى نقول اكسبرسو لانه عن جد عيب. ما في كلمه اسمها منا اكسبرسو، هي اسمها اسبرسو. اسبرسو هيدا انا ماي بات بيف وكلمة بات بيف. whenever I want to get coffee بلوش بلي اكسبرسو. انا كثير بقرف منها لانه كثير مره، فبنطر لحتى تبرد وباخذها كلها كره واحده. واو بتعرفوا اللي بحب يوتيوب لانه عن جد ما في فلترز على يوتيوب، يعني this is real this is me. كثير بحب التنس بس I'm so excited. يعني انا بقول انه الواحد، انا باي ذا وي كثير ضعفت، كلهم سالوني انه كيف ضعفت. honestly باكل كثير، ما عملت دايت بعد ولا مره، بس كثير اي ورك اوت. من الكوتش والعالم يلي بالنادي مفكرين عم بحكي مع حالي. انا اي didn't diet لانه whenever I diet ما بضعف، لانه ما بضلني فيه لا دايت، بحب الاكل. فصرت كثير اتحرك، وبالنسبه لي الجيم is so important، بس كمان كثير مهم تلاقوا لعبه بتحبوها بتضاعف. يعني انا مثلا تنس كثير بضاعف، بس ما بحس حالي ما عم بتعب لانه كثير I enjoy it and it's so fun. so yeah هاي نصيحتي لليوم. صار وقت التنس، حجرب صور لكم بس ما بوعدكم شيء، وبحب خبركم انا I'm still a beginner so don't expect much from me. هلا ححمي وحفرجيكم كيف بنحمي. جيت على البيت وتحممت. On your horse. Anyway، حاعمل توناكادو وشفت the recipe على تيك توك، ووحدة كانت تشتغل بجو اند ذا جوس قالت انه بالبستو في بانانا، فحاعملها وحنشوف قد ايه غريبة الطعمة حتكون. I don't think it's gonna be weird to be honest، بس حنجرب. ورورز حتعمل التيست تيست. وجايز نحن يعني بيتنا literally انا كنت اكل literally every single day tuna curry. يوم عن جد. يعني بكلها سناك. بس ما عنا الخبز فحنعمل sourdough. Yes. Guys نحن بالبيت مش معقول لاكل gingerbread cookies وسنيكر دودل كوكيز وكوكيز عادي وشوكليت كيك، يعني كثير صعب واحد يضعف بهيدا البيت. صحة صحة. بدك تقول هاي؟ كتير بحبك جدو. I love you. Okay. Anyway، حنعمل هلا التونا كادو and we're gonna see شو حيطلع معنا. أول شي حطيت البيزل، ويعني ما بعرف إذا هاي شغلة بـ Arab household بس it's frozen لأنه كل شي منفرزه بهذا البيت. هلا عم حط البارميجان. هلا for the most shocking part ححط بانانا guys. ما بعرف شو الوضع بس I'm gonna trust this girl on this. الله يستر. هلا زيت زيتون. وبسم الله. هلا عم بعمل التونه فحطيته بالبول و I'm gonna mix it with mayo. صراحة ثلاث ربع القشة ما عندي هون which is so sad. That's okay. حان الوقت to assemble. Obviously ما عندي الخبز اللي هني بستعمله فحاستعمل sourdough which is so good anyway. فحط البستو اويل. هلا حطيت التونه موس. هلا عم زيت الافوكا أطيب شيء. مثل العادة دائما بنهيها ب فليكي سي سولت. هلا تيست تيست، ما تنسوا بالباستو كان في بانانا ف نسونا نفسها صح؟ لا. اوكي ات واز بيرفكت. فجأة قررنا نعمل organization لأنه أنا ورينا we are sharing the same bathroom وكتير كتير لبكي إيه 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 كتير خلطة. so anyway فضينا هيدا هون كله وحنعبي containers بالميكاب اللي بنستعمله كل يوم. let's do it. شو إني سبيت حغسل containers وبرجع لكم. هاي سؤال. هلا قسمنا containers الأشياء للفيس هون، فحطينا الهايلايت والبرونزر والكونتور ستيك وكل الخبريات هون والكونسيلر. هلا هون ححط كل شيء يعني ايز وليبس اي ثينك، وهون البرشز، وهون حطيت الفاونديشن.
هيك اخر شيء طلع معنا، حطيت هون الاشياء للوجه، هون للعيون، و لايك لبس، هون البرشز، هون سكين كير وديودرينت وكل هالخبريات. تنشوف قديه حيضلوا هيك.